رجل لم يكن يصلي ولا يصوم ويفعل بعض الكبائر، ثم مرض ودخل في غيبوبة 4 أشهر، الآن فاق من الغيبوبة ومقعد على الفراش وفيه قسطرة أكرمكم الله والسامعين بولية. السؤال: حاول التوبة والندم، لكن يقول أتذكر أفعالي وذنوبي. وين يحاول التوبة وأنت تقول أنه فاقد الشعور بعد ما يعني بعد ذلك استعاد نعم شعوره؟ إيه لعله إن شاء الله استعاد شعوره وتاب، وهذا له حال ثانية. الآن يقول الآن فقت من الغيبوبة ومقعد على الفراش وفيني القسطرة. السؤال: أحاول التوبة والندم، لكن أتذكر أفعالي وذنوبي وأحس ما لي توبة، بماذا توجهون؟ لا إحساسه في غير محله. جميل. والله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تاب وندم ندما صحيحا وتاب توبة نصوحة على أساس أن هذه التوبة استوجبت شروطها الثلاثة: الندم على ما مضى، نعم، والإقلاع عن الذنوب التي هو يمارسها، وكذلك العزم على عدم العودة إليها، وإن كان عليه حق لإخوانه فكذلك يستبرئ ذمته من حقوقهم. إذا تم ذلك فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.